شاركت جيسو في الليلة الماضية مجموعة من الصور الجديدة لها بالإنستغرام، وأكثر ما لفت انتباه الجمهور هو صورة جيسو مع الممثلة تشارلوت ثيرون. وكان من الجميل حقا مشاهدة جيسو تتلقى الدعم من أكبر الممثلات في العالم. وعلى الجانب الآخر كان هناك صورة أخرى ترتدي فيها جيسو تنورة من علامة لو التجارية، وبعد فترة عادت علامة لو نشر تلك الصورة عبر حسابهم الخاص، وتابعوا جيسو العضوة الوحيدة من بلاك بينك بالإنستغرام. وهنتأكد الجمهور أن جيسو ستكون هي السفيرة العالمية الجديدة علامة ألو. ولكن لم يتوقف الأمر هنا، فبعد مشاركة جيسو الأخيرة تحدثت العديد من وسائل الإعلام الكبرى عنها وعن مدى جمالها. وما كان مدهش حقا أن حساب بوبيس نشر صورة جيسو وكتب عليها باللغة الإنجليزية جيسو من بلاك بينك تبدو متألقة في الصورة الجديدة. وعلى الفور ارتفعت عمليات البحث عبر جوجل عن معنى كلمة متألقة باللغة الإنجليزية للمرة الأولى في التاريخ. وفي أخبار أخرى، اليوم هو أفضل يوم مر على البلينك منذ فترة طويلة، لأنه تم الإعلان عن عودة الممثلة جيسو إلينا قريبا. فوفقا للأخبار المنتشرة في كل مكان، ستلعب جيسو دور البطولة في دراما من نوع الإثارة للزومبي بجوار الممثل بارك جون مين. والدراما ستكون بعنوان انفلونزا. انفلونزا هي دراما كورية تدور حول حبيبين انفصلوا للتو عن بعضهم البعض لأن البطل كان لا يفهم مشاعره، وجيسو تلعب دور يونج جي التي تريد تفصيل من حبيبها عن سبب الانفصال، فلهذا قررت أن تسافر إليه، ولكن كان عليها أن تواجه الزومبي الهائج في كل مكان. وهنا تتحول الدراما إلى معركة من أجل البقاء على قيد الحياة. يحاول فيها الأبطال الحفاظ على حياتهم في مدينة مليئة بالزومبي. ولمعلوماتك، تلك الدراما مأخوذة من رواية تحمل نفس العنوان للكاتب هان سان مو ومن تأليف هان جيوو، وهي أيضا نفس مؤلفة فيلم باراسايت. ومن المتوقع أن تحتوي الدراما على 9 حلقات، ومن المفترض انتهاء التصوير في شهر مايو من العام القادم. 지금 좀비들이 막 이러고 있습니다 하자마자 나처럼 뒤로 바로 도망갈 힘도 없어 나는. شاركني ما هو رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في القناة من أجل معرفة المزيد عن أخبار بلاك بينك.